تحية واحترام لكل مشاهدينا وكل متابعينا عبر هذه الظلال الأصيل وهذه الاتكاء المسائية. وآخر فقراتنا اليوم فقرة جميلة، وأنا أدعوكم للمتابعة الآن كنوز محبة مع المطرب عبد الله عباس خليفة، موجود معنا من خلال هذه الفقرة، واحد من المطربين ارتبط اسمهم زي ما تحدثت في تعريف الحلقة بالفنان الراحل المقيم زيدان إبراهيم. سعيدة بك جدا، مساء الخير عليك. وأنا سعيد جدا، الله يخليك يديك الصحة والعافية، وسعيد الاستضافة في قناة الشروق، إن شاء الله مشرقة دائما إن شاء الله. الله يخليك. أنت طبعا غني عن التعريف، لكن دائما نحن نقول نتعرف عليك أكثر، من وين؟ أنا من سكان بحري. يا سلام، ناس بحري. عبد الله من سكان بحري، ظريفين. فارتبطت بأم درمان كثير. أم درمان برضه ناس ظريفين، والخرطوم ناس ظريفين، عشان ما في زيادات مننا. لكن أنا ارتبطت بأم درمان أكثر، لأنه أساسا أول كنت في فرقة الدفاع الجوي، أخذت معاك 3 سنة. أيوة. بعدين أكثر منتدياتي والمجتمع كله في أم درمان. صحيح. أيوه. كلمنا عن بدايتك الفنية. أنا بدايتي الفنية بديت بتين أم درمان ولا بحري؟ بديت من أم درمان ولا من بحري؟ لا، من وأنا صغير يعني كنت بحب دائما الحاجة بتقول إني بشتغل بأي حاجة قاسية. أيوه. جلسات الفن. إحساس من أنا صغير. فأنا عشقت الفن. مش كده، الفن للفنانين يعني العمالقة. أنا من صغير كنت بحب أن أسمع لي زيدان، لكابلي، الأستاذ كابلي، للأستاذ وردي. بحب أستمع للأغاني الكبيرة، مثلا ضانينا الوعد، يا سلام، لوردي الطير المهاجر، يا سلام. فغايت تشبعت بالحياة دي. بعد ذاك أنا انضميت، شربت وتشبعت ما شاء الله، تبارك خالص بالأغاني دي. أم درمان دائما هي مدينة جميلة، يعني أكيد. حاضرة للثقافة، حاضنة أيضا للتراث، وكل الأم درمانيين يعني أنا بحييهم عبر هذه المساحة المسائية، المبدعين دائما اللي دائما بنلقى في ناس مبدعة جدا طالعة من مدينة أم درمان ومن السودان عموما، عشان ما في زيدان إبراهيم الثلاثي المدشش بتاعه. أنا همشي أشوف العلاقة دي شنو، أتعرف عليها أكثر جدا، لكن حنطلب منك لحن كده نقدمه لكل السادة المشاهدين، ونتواصل من بعد اللحن جدا. المساحة اللحنية حنضلني لين نشوف اللحن. هنسمع شنو؟ نسمع غرام الروح. يا سلام. للشاعر مصطفى عبد الرحيم والحان زيدان. يا سلام، حاجة جميلة جدا. أيوة. نستمع إلى مشاهدين الكرام ونتواصل معكم إن شاء الله. نسيت الناس
جنبك عمري كان أملا مفرق يا غرام الروح آه جنبك عمري كان أملا مفرق يا غرام الروح زهور بتملى دنيا يا بالأمان تفوح آه زهور بتملى دنيا بتألم حزين ولوح آه بعدك يا ما بتألم حزين ولوح غريب أنا غير أهل غريب أنا حزين مجروح وحيد مجروح حزين مجروح جوا في أعماق نور كلمات بحبك آه بحبك بحبك تنوي الليل دروب أيامي زي شمعة وتمسح من جبيني ضعنا وتجوش دمعات بحبك آه بحبك بشيل الذكريات دوام غليات بحبك آه بحبك بقصة بقصة نسيت الناس نسيت الناس نسيت الناس شكرا شكرا لك زيدان إبراهيم يعني كل شيء طبعا مجتمع في هذه الألحان الجميلة والنادية ومباشرة نتحدث عن العلاقة بينك وبين حبك للفنان الراحل زيدان إبراهيم وكيف يعني استفدت من هذه التجربة إعادة مجد الكبار يعني في أعمالك الفنية جدا هو الواحد يتحدث عن زيدان هو زيدان ده لو ليه بكرة الواحد طبعا ما حيقدر يفيه حقه ما حنكفيه يعني أيوه زيدان أول شيء زيدان الإنسان أول شيء هو في العباسية إنسان أول شيء للعلاقة المرتبط بها دائما مع ناس الحي في العباسية يا سلام فكان زي ما بيقولوا إنه علاقته قوية وبعد ذاك شنو راعي له بعض الأسر بيرعى بعض الأسر في العباسية لفترة طويلة يعني نعم وهو
في العباسيه وكان بيقرا في مدرسه المؤتمر الوطني. المؤتمر مدرسه صحيح. المؤتمر الثانويه التقى بابنه بالتيان حاج موسى يا سلام وعمر الشاعر الاستاذ برضه فالانطلاقه وصلت من هنا. فهو كان في بداياته طبعا هو من جيل الاربعينات تقريبا زيدان فالانطلاقه بتاعته كانت في بدايه الخمسينات ونهايتها الستينات فالحين ذات الانطلاقه حقيقيه حق زيدان. نعم. الحين بعيدين كل البعد عن زيدان طبعا انا صغير في العمر لكن تعلقت بيه وانا تعلقت بيه شديد يعني زيدان لانه زول مرهف وزول حساس وبعدين زول شاعر وكاتب وملحن يا سلام مكتمل أيوه فنان مكتمل عنده بعض الكلمات هو كاتبها وبعض الكلمات هو لحنها لجانب في مثلا الالحان زي داوي ناري بتاعت ناجي ابراهيم يا سلام في من القاهره هي دي ذات اللي كانت تخيلات دولة بتاع العندليب الاسمر يا سلام ايوه فهو فنان بهذه القامه أيوة. يعني يكتب يلحن يغني بمفرده مختلفه عبقري عبقري ما تنسى الحاجه دي اثرت في المعجبين وفي الناس القريبين وفي الناس اللي عندهم علاقات بزيدان كيف ايوه يعني استفادوا شنو من التجربه دي؟ استفادوا من 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 اول شيء شفافيته بعدين اخلاقه بعدين تعامله مع الناس بعدين زي النكته بالمناسبه زيدان يا سلام يعني تكون قاعدين كده يحب ايوه يحب ينكد للناس فانا غايته استفدت منه في يعني بديت مع غنى زيدان والالحان بتاعته بديت يعني اكتب بعض الخواطر كده يعني يمكن فكنت مشبع بزيدان يمكن اقول لك يمكن بحفظ كل اغاني زيدان طيب ما سمعنا بنفس الطريق وبنفس الاداء نسمع حاجه نسمع حاجه ونرجع نكمل جدا نسمع عليه كل العذاب نسمع عليه كل العذاب تيان حاج موسى استاذ الشاعر الكبير تيان حاج موسى تفضل الدرب المشيت ومشيت عشانه اعزف زد عذابك يا جبار زمانه الدرب المشيت ومشيت عزم وزيد عذابك يا جبار زمان وكل ما جي كداني كايس لي حنانك تبعد مني تكسر
وكل ما جي كداني كاسلح حنانك تبعد مني تكسر وتزيد الألم ألم. ليه كل العذاب؟ ليه كل الناس؟
الكسل وربع حاصلة وبلاس الألم ولسه فرقة حاصلة وبقاسي الألم ولسه فرقة حاصلة وبقاسي الألم الفرقة لسه حاصلة الفرقة لسه حاصلة 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 فرقة حاصلة وبقاسي الألم. شكرا لهذا الأداء الطروب، يعني دخلتنا في شيء غريب يعني. شكرا للأداء، ويعني زيدان الراحل يعني كان متفرد جدا، كان صاحب ملكة مختلفة يجمع كل ضروب الفن في زيدان إبراهيم. وما يميز زيدان برضو علاقته بالزملاء، نحكي عنها شوي. أيوة علاقة زملاء الفنانين الملحنين الشعراء كل المبدعين. أيوة علاقته أيوة عنده علاقة قوية وتربطهم صلة قوية جدا بالمناسبة، فحتى كان ساكنين في حتة واحدة. نعم. وكان مهاجرين مع بعض زيدان والتجانة حاج موسى الأستاذ شاعر والأستاذ الملحن عمر الشاعر. يا سلام. فيمكن أغلبية أغاني زيدان تلحينا عمر الشاعر، يمكن اقول تجاني حاج موسى يمكن يعني زي 4-5 اغاني تقريبا. اذا الخاطر سرع عنك وليه كل العذاب، لكن يعني 3-4 اغاني تجاني زيدان كانت تلحن عمر الشاعر، فارتباطه كان وثيق بالناس زي اكثر، فكان مرتبط في العباسيه بجمهوره، وتخلي ذاته الفنان اذا كان مالك مشاهد وجمهور وما فنان تاري. طبعا ايوه، لانه كان يحبوه جدا زيدان ده. انا بتذكر كنت بزوره هناك، وكان بيجينا في شنبات عندنا عند صاحبه كده، بيجي يقعد بيعود هنا، بنكون قاعدين مع بعض، وانا كنت مش العباسيه طبعا، ساكن في العباسيه جنب جامعه الفقراء. فكان مرتبط علاقته وثيقه خالص بناس العباسيه. انا يعني فوجئت انا في بالذات في العزاء بتاعه، يعني ناس العباسيه على بكره تبويهم طلعوا، يعني كانت حاجه مؤسفه يعني جد حال الدنيا. ايوه جد هو كان، لكن ترك لنا ارث عظيم وارث كبير زيدان. أيوة. ابراهيم يلا احنا مستفيدين منتوج منها. فني كبير جدا. أيوة. يعني الى الان كل الاجيال بتتوارث الوليده هي. أيوة. تستمع. أيوة. له مستفيدين منه جد حبيبي طبعا. يعني اغاني هي اغاني ما سهله، يعني حتى الاداء هو زيدان طبعا في بعض الحان الملحين هو بالذات، اذا هو ما زيدان ما في بيقدر يغنيها، في زي مثلا داوي ناري يعني فيها بعض التفاصيل بعض القلبات في الايقاعات، اذا ما زيدان ما بيقدر يتغنى. كنوز محبه برضو من الاغاني، هي الحان بشير عباس يعني برضو من الاغاني الصعبه صعبه، يعني يمكن احنا ويمكن زمان الفنانين يعني بياخذوا فتره طويله في التلحين بالذات. يعني زيدان قال انه كان يعني الكلمات الجميله بياخذ لحكايه سنه سنتين عشان يلحن، سنتين ممكن عشان لحن اغنيه واحده، عمل واحد. ايوه عمل واحد، لكن كان بيطلع عمل مجود جدا وجميل جدا نظيف، ويعني بيملى الساحه. ايوه دي بجانب الفرقه طبعا، هي الفرقه هي بتعمل القصه دي، هي لازم تكون مميزه وتقيف معه في الحته دي، وبيطلع فعلا مميز يعني في الساحه جماليات، حتى اذا كان شغل استماعي والشغل شنو؟ ايقاع سريع. صحيح. ايوه وانا بفتكر انه برضه يعني الالات الحديثه هي برضه اضافت للاعمال الفخيمه للفنان. أيوة. زيدان. أيوة. كل الفنانين. أيوة. الكبار يعني. ايوه اضافت الالات النحاسيه، اضافت جزء الوتريات، زمان كان بيشتغل بالجيتارات وخلاوي ايقاعات تقريبا، الكمان برضه ضاف لزيدان. صحيح. بالذات النحاس، انا يمكن اغلبيه من زيدان بيكتمل بالنحاس في بدايه يعني المقطع بتاع المدخل بتاع الاغنيه او نهاية التفاصيل بتاعت الأغنية، دائما يكون فيها آلات نحاسية، فيستفاد من الحتة دي زيدان، هو يستفاد من العباسية أكثر، لأنه منبع الفن جد حقيقي. أنا أخذت 3 سنة في رائد الدفاع الجوي، غنيت في منتديات عدة يعني، غنيت في الموردة، غنيت في العرضة، غنيت في مسرح زيدان، واشتغلت في اتحاد الفنانين، كان لتيان حاج موسى موال الليل، بتذكر كان شاركنا بقى في مركز الربيع. لكن اختيارك لانك تغني غناء زيدان ده، يعني انا بقول انه لو فنان ما محترف في خامة صوته في يعني استخدام الالحان، فدي حاجه صعبه طبعا. انا قلت يمكن نكون ربع زيدان.
الرباعي زي ده. لكن يعني كونه زول يفكر انه يغني يعني عيد المجد ده من جديد. ايوه عشان يقدر يشوف طريقه هو. هو شكل الطريق ده صعب جدا بالمناسبه، لكن انت لما تتمسك بناس كبار مثلا زيدان وكابلو، استاذ كابلو استاذ وردي، دي الناس غامه يعني في البلد، ما ناس سهلين. صحيح. زيدان ده مشروع فني يعني قائم بذاته. زيدان ذاته في بدايته ما غنى. كيف نعمل على تطوير المشروع ده؟ وبدا مشوار بتقليد ابراهيم عواض تقريبا، غنى لكابلي في فترته ديك. انا غايته يستحضر الحتات دي، فيمكن ادته دفعه ذاتها. صحيح. يعني انا تحدثت عن انه زيدان في حد ذاته هو مشروع فني كبير. اكيد. عنده منتوج من الاغنيات والاعمال موجوده في الساحه، والى الان الناس بتغنى بها ربنا يرحمه، ويعني ان شاء الله يعني اعماله دي كل الاجيال المتعاقبه تسمعها ان شاء الله وتقدر تستفيد منها. أكيد. خصوصا الناس يعني اللي هم بادئين في المجال الفني الغنائي ان شاء الله. فمشاهدينا يمكن بزيدان ابراهيم بهذه التجربه الكبيره وهذا المشروع الفني الناجح بجدارة بنصر معكم لختام حلقة اليوم، وأتمنى أن كل الناس تتابعونا وشاهدونا يكونوا استفادوا من الحلقة. أنا بفتكر أنها هي حلقة يعني كانت بتخدم كل الفئات الموجودة في المجتمع السوداني. ابتدرنا بالحقوق والحقوق المجاورة لقانون الملكية الفكرية، وكذلك القضايا بخصوص المسرح والدراما، وختمنا بالمشروع الفني للفنان الراحل المقيم زيدان ابراهيم. شكرا للتيم يعني اللي كان موجود معنا من خلال هذه الحلقه، وكل الناس اللي تابعونا ورافقونا عبر هذه الظلال. بكره تيم جديد وعمل مختلف من خلال فقرات جديده عبر ظلال الاصيل. شكرا لك وانت شرفتنا كثير. وحنختم باغنيه يعني ممكن نقدمها كعمل ختامي لكل المشاهدين. شكرا لك. زمان وانت عارف.
حبك كمان لو انت عارفة شبابي كله وهبت ليه حبك كمان قلقك متين وحياة سنين واتهنى بيه اجور بيك زمان قلقك متين وحياة سنين واتهنى بيه بالبسمة تتفكر بسيماتي كدر لما انتهي بالبسمة تتفكر بسيماتي كدر تلقينا فيه عربة وشجن تايها بقلوب ما بلا سفر تلقينا فيه غربة وشلل تايها بقلوب ما بلا سفر نتملى بجمرك نهيب ما صبرنا من بعدك ودير نتملى بجمرك نهيب ما صبرنا من بعدك ودير من بعدك انت بيعيش منو ومن تاني مين بعدك انت عايش منه وانت بيه اتمنى العمر ظروف رايحة تعطف وتحن للنداء ما كان محال اهديها الغرام ما كان محال اهديها الغرام أبقى رايح